وللوقوف أكثر على تطورات المشهد في أوكرانيا في ظل التهديد الروسي والتحشيد على الحدود، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط أستاذ العلاقات الدولية دكتور محمد تاج الدين الحسيني. أهلا بك دكتور محمد. بداية، في الوقت الذي يجدد فيه حلف شمال الأطلسي دعمه لأوكرانيا بعدها شريكا، تقف كيف حائرة في علاقتها بالناتو؟ لماذا يتردد الحلف بمنح عضوية كاملة لأوكرانيا؟ ربما هذه العضوية ستطرح إشكالا حقيقيا في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. نحن نعلم جيدا أن هناك أكثر من 100,000 جندي روسي يرابطون على الحدود بين أوكرانيا، كما أن سابقة الكرم لا تزال حاضرة في الأذهان. بطبيعة الحال تاريخيا أوكرانيا كانت كذلك جزءا من الاتحاد السوفيتي، فقد غزاها الاتحاد السوفيتي منذ سنة 1920. الآن بعد مرور 100 سنة، بوتين له بالتأكيد أطماع واضحة في أوكرانيا بعد القرم، ولكن هناك نوع من الإشكاليات مطروحة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإمكانية استعمال السلاح. هذه الإشكالية ترتبط بأن بوتين يهدد باللجوء إلى السلاح في حالة ما إذا انضمت أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي. أوكرانيا راغبة في ذلك، والأمين العام للحزب الأطلسي أعطى الموافقة المبدئية على قبول طلبها شكلا، ولكنه قال بأن هذا الطلب يبقى مرهونا بالموافقة الأمريكية ودول الحلف بالإضافة إلى أوكرانيا. لكن بطبيعة الحال إذا وقعت الحرب فستكون كارثة على الجميع. دكتور محمد، في الوقت ذاته هناك أنباء عن تحركات روسية على الحدود الأوكرانية. السؤال هنا، إلى أي مدى يمكن أن تتحرك روسيا لدعم الانفصاليين الأوكران على حساب الحكومة المركزية في ظل ما يصفه المراقبون تردد الغرب؟ التحرك قد يقع في أي لحظة، وأعتقد أن بوتين الذي هو خبير في الميدان قد أخذ حساباته بكل المقاييس، خاصة وأنه تأكد منذ اجتماعه بالرئيس الأمريكي بايدن، تأكد بوضوح بأن الولايات المتحدة سوف لن تستعمل السلاح في حالة غزوه في أوكرانيا، إذ أكد هذا الأخير أي بايدن أن الولايات المتحدة ستدعم وتتضامن مع كل دولة عضو في الناتو، وكييف لا تتوصل على هذه الصفة حتى الآن، وبالتالي ربما سيكون رد فعل قوي الذي ستقوم به الولايات المتحدة هو العقوبات الاقتصادية التي قد تكون فعلا خطيرة بالنسبة للروس. هناك معلومات دكتور محمد تفيد بأن إدارة بايدن حثت الأوروبيين على تطبيق خطة عقوبات اقتصادية رادعة لروسيا. السؤال هنا، هل تفلح برأيك العقوبات في ردع روسيا ومن ثم ربما الذهاب إلى حل الأزمة التي تعيشها كييف الآن؟ جل البلدان الأوروبية في أوروبا الغربية هي عضو في الحلف الأطلسي، والحلف الأطلسي قائم على هذا النوع من التضامن تحت المظلة الأمريكية. قد تبادر بعض الدول إلى ممارسة نوع من العصيان، خاصة تلك التي تتأثر أوضاعها الاقتصادية بالعلاقات مع روسيا. الغاز الطبيعي ربما سيكون سلاحا قويا تتمسك به موسكو، ولكن في نهاية المطاف أظن أن جل البلدان الأوروبية سترضخ للإرادة الأمريكية وتطبق العقوبات، وهذا هو جوهر الإشكالية الذي يجعل روسيا رغم حشدها للجنود مترددة، وهو ما يجعل الغرب كذلك وخاصة الولايات المتحدة مترددة في قبول أوكرانيا داخل الحلف الأطلسي. في المقابل نجد تأكيد الكرملين على استعداده إيفاد مفاوض لبدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا. إلى أي مدى ترى أن موسكو مستفيدة من التكتيك الإيراني في التعامل مع إدارة بايدن وتريد تطبيقه في أوكرانيا؟ ربما ليس بالتأكيد نفس التكتيك. روسيا متفوقة في هذا الميدان على إيران بكثير، وروسيا تعتبر أن المفاوضات سلاح حاد وقوي في هذه العمليات. الجميع يعلم أن نتيجة المفاوضات ليست دائما إلا التعبير عن توازن القوى القائم بين الأطراف لحظة إطلاقها، وبالتالي روسيا تجس النبض من خلال المفاوضات لتدرك فيما إذا كانت إدارة بايدن مستعدة لدخول التحدي، وأعتقد أنها تلقت الأخبار بهذا الخصوص بقوة، وهي مستعدة على كل حال للمغامرة ما دامت الولايات المتحدة لن ترد عسكريا في الميدان. إلى السؤال الأخير دكتور محمد، يعني في ظل كل هذه المعطيات برأيك هل يمكن للعام الحالي
أن ينتهي بإعادة وتكرار سيناريو القرم مثلا؟ ليس بالتأكيد، العالم اليوم منشغل بأشياء أكثر خطورة، ظاهرة كوفيد 19 وتطوره إلى نماذج ومتحورات جديدة سيقلب الأوضاع رأسا على عقب في نهاية هذا الشهر بالذات، وبالتالي لن يكون لا الغرب ولا روسيا مستعدون لدخول حرب يعني حامية أو ساخنة في هذه المنطقة من العالم، لكن إذا تجرأت روسيا على العدوان فالغرب سيكون رده الأساسي هو العقوبات الاقتصادية، والشعب الروسي كذلك ليس مستعدا لقبول مثل هذا الوضع. من الرباط كنت معنا عبر الهاتف أستاذ العلاقات الدولية دكتور محمد تاج الدين الحسيني، شكرا جزيلا لك.